أثبتت دراسة علمية حديثة أن مضغ الطعام ببطء له فوائد كثيرة متعلقة بتحسين الهضم. في الوقت نفسه حذر خبراء التغذية من مخاطر مضغ الطعام بسرعة كبيرة تفاديا للإصابة ببعض الأمراض. للحديث أكثر حول هذه الدراسة يسرنا أن ينضم إلينا عبر تقنية الاتصال المرئي أخصائي التغذية السيد علي السيد عبد العزيز. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، ما مدى صحة هذه الدراسة وهل ثبت أن تناول الطعام ببطء له فوائد متعلقة بتحسين حالة الهضم؟ صحيح، عملية الأكل ومضغ الطعام ببطء من الحاجات فعلا اللي بتحسن عملية الهضم. عملية الهضم بتبدأ في الفم بتاعنا وما يحتويه من اللعاب وإنزيم الأميليز. لما هنمضغ الأكل بتاعنا بشكل كويس ونهضمه إلى قطع صغيرة، ده هيبدأ العقل بتاعنا يبدأ يرسل إشارات للمعدة بتاعتنا إن هي تبدأ تفرز الأحماض والإنزيمات الهضم. وكل ما كانت القطع بتاعت الأكل مضغط كويس جدا، ده هيحسن ويساعد في عملية الهضم والامتصاص والاستفادة من العناصر الغذائية بشكل أفضل. بالإضافة إن أنا كل ما مضغت الأكل بتاعه ببطء، ده هيديني استمتاع بالأكل بتاعي وإن أنا أشعر بالنكهة والطعم بتاع الأكل المميز. كمان الأكل ببطء ده هيساعدني في الوصول للشبع بشكل أفضل، وهيحسن لي كتير من المشاكل اللي هي بتكون نتيجة الأكل السريع، منها العسر الهضم والانتفاخ والغازات والتقلصات اللي بنلاقيها عند كتير من الأشخاص، وخاصة كمان الناس اللي بيبقى عندها ارتجاع ومشاكل في القولون. أول نصيحة دايما بنقولها لهم لازم الشخص يبدأ الأكل بتاعه بشكل يكون بطيء. نعم سيد علي، تطرقت الدراسة أيضا إلى أن تناول الطعام بسرعة كبيرة سيجعل الشخص يأكل أكثر مما يجب، يعني ما تعليقك على هذه النقطة؟ فعلا صحيح، الشخص لما يتناول الأكل بتاعنا بشكل سريع جدا هيتناول كميات كبيرة جدا من الطعام، وده في النهاية اللي ممكن تخلينا نستهلك كميات كبيرة جدا من السعرات الحرارية اللي في النهاية ممكن تتسبب في زيادة الوزن والسمن. لذلك دايما بننصح الأشخاص بتناول الطعام بشكل بطيء، مدة من 20-30 دقيقة على الأقل، عشان نوصل لمرحلة الشبع التامة، ودي اللي في النهاية ممكن تخلينا نستهلك كمية أقل من السعرات الحرارية. طبعا من الوسائل اللي ممكن تساعدنا على كده إن احنا ما نملاش المعلقة بتاعتنا بشكل كبير، وإن احنا نحاول ناخد فاصل بين كل لقمة والتانية عشان نوصل لمرحلة الشبع. ويا سلام لو ابتدينا كمان الوجبة بتاعتنا بصحن سلطة خضراء صغير ونطول فيه شوية عشان يساعدنا في الشعور بالشبع، لأنه بيكون غني بالألياف. فقد ما نقدر إن احنا نطول مدة الأكل يا ريت، لأنه في النهاية هيفيد صحتنا بشكل كبير جدا. نعم سيدي العزيز، هل من نصائح عامة لتناول الطعام بطريقة صحيحة؟ أول حاجة زي ما ذكرنا من شوية، لازم نتناول الأكل بتاعنا ببطء ونمضغ الأكل كويس بشكل كويس جدا. الحاجة اللي بعد كده لازم نحرص إن الأكل بتاعنا يكون منوع وفيه كل العناصر الغذائية من النشويات والكربوهيدرات والبروتين والدهون والفواكه والخضروات والألبان، يعني لازم يكون النظام الغذائي بتاعنا منوع. على قد ما نقدر نحاول نخلي الجزء الكبير من الصحن بتاعنا مركز على الخضروات والسلطة الخضراء، وما ننساش كمان البروتين في النظام الغذائي بتاعنا، لأنه هيكون له دور كبير جدا في عملية الشبع وممكن يحسن لنا كمان في عملية الحرق بتاعتنا. ما ننساش كمان نتناول المية قبل الوجبات بتاعتنا لأنها تساعدنا في الترطيب، والفوائد الكتير جدا اللي احنا نعرفها عن المية. نحاول كمان نركز في الأكل بتاعنا، يعني ما نشغلش نفسنا بأشياء تانية أثناء الأكل، سواء كلام جانبي أو نحن قاعدين مشغولين في التلفزيون أو الأشياء دي كلها، هتخلينا إن احنا نستهلك كميات كبيرة جدا من الأكل بدون قصد ومش هنوصل للشبع المطلوب. نحاول يكون في ذكاء في توزيع الصحن. ممكن نلاحظ كتير في المطاعم أو الأوبن بوفيه خاصة، دايما بيظهروا الأكل للأشخاص بكميات كبيرة عن طريق إن احنا نستخدم دايما الصحون المسطحة اللي هي بتظهر الأكل، وكمان تقسيم الأكل إلى قطع صغيرة. يعني دايما لما نروح البوفيه نلاقي الخبزة الواحدة متقسمة لأجزاء كتير صغيرة، ده ممكن يساعدنا في إن احنا نحس إن كميات الأكل كبيرة، فقدر المستطاع نبين الأكل دايما لعينينا إن هو بشكل كبير، ونحرص على التنوع في الأكل بتاعنا.
وكمان ما ننساش ان احنا دايما نحضر قائمة الغذاء بتاعتنا، قائمة التسوق بتاعتنا تكون محضرة بشكل مسبق عشان ما نختارش اختيارات سيئة اثناء التسوق بتاعنا. واول كمان ما نطلع للاسواق نحاول كمان ما نطلعش واحنا جعانين عشان ما نضطرش ان احنا نختار اختيارات سيئة.